صدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بمصادرة أراض تابعة لمواطنين عرب من سكان النقب، وذلك بعدما هدمت القرى المقامة عليها. من جهة أخرى، منعت السلطات الإسرائيلية رفع الأذان وضرب أجراس الكنائس بذريعة أنها تزعج سكان المستوطنات اليهودية. واحتجاجا على القرارات الإسرائيلية غير المسبوقة، خرج آلاف المواطنين العرب داخل الخط الأخضر في مظاهرات تنديدا بالإجراءات الإسرائيلية. اعتاد المواطنون العرب داخل دولة إسرائيل من الحكومة على سن تشريعات تستهدف استمرارهم بالعيش داخل مدنهم وقراهم، بل ذهبت للمس بعقيدتهم الدينية من خلال طرح قانون منع الأذان وأجراس الكنائس، الأمر الذي رأى فيه المواطنون العرب هجمة عنصرية لا مبرر لها. هذه الحكومة لم تتردد في سن قوانين تمنع التضامن الإنسان مع ذاته، مثل قانون منحية ذكرى النكبة، والآن المس بالحق الأساس وهو الحق في حرية العبادة المضمون وفقا لكل المعاهدات والقوانين الدولية. وبالتالي ليس بالصدفة بأنها الآن تحاول تحريم رفع الأذان على المساجد وفي نفس الوقت تدعي ديمقراطية. نحن هنا من أجل إظهار عملية السطو والمصادرة للأراضي العربية في النقب، عملية الترحيل والتجير والتطهير العرقي الذي يستهدف المواطنين العرب. اتهامات بالتمييز وسلب الحقوق لمواطنين عانوا ولا زالوا يعانون من حرمانهم العيش الكريم فوق أراضيهم جراء الممارسات الإسرائيلية ضدهم، الشيء الذي زاد ثباتهم وإصرارهم على نيل حقوقهم وعدم التفريط بها. احنا سكان النقب بنقول الحمد لله اليوم التفت حوالينا كل الجماهير العربية، لان صبرنا صبر الجمال، ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري. احنا اخذنا كل الوسائل واحنا ما صبرنا مش رايح ينفذ، لان احنا اصحاب الارض الاصليين، مهما يسنوا ومهما يشنعنوا من قوانين مش رايح تثنينا عن ارضنا، لان هذه ارض الاباء والاجداد، هي اليوم هويتنا في الداخل الفلسطيني. تقوم الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر باختبار صبر من تعتقد بأنهم أقلية يسكنون بعض المناطق العشوائية، لتواجه بجيل ازداد عنفوانا وتثبتا بالأرض والهوية في وجه من يدعون الديمقراطية والمساواة بين كل مواطني الدولة. تشريعات وقرارات إسرائيلية تمس حق المواطنين العرب داخل هذه الدولة التي أصبح لسان حالهم فيها صبرا جميلا وبالله المستعان. سامي أبو دياب، روسيا اليوم، القدس الغربية.